نفهم أسرار الكون ونكتشف العالم الخارجي ونتفكر في آيات الله الكونية من خلال النشرة الفلكية. أيها الأحبة، أهلا بكم من جديد في فقرة النشرة الفلكية التي نناقش من خلالها مستجدات الساحة الفلكية مع ضيفنا الدائم سعادة الشيخ سلمان بن جبر الثاني رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ سلمان. عليكم السلام، يا مرحبا، الله يحييكم. يا مرحبا أبو محمد. نشهد اليوم في سماء قطر وما ذكرت من حتى جنوب من اليمن إلى الشمال كسوفة للشمس، ويعني منذ فترة طويلة أعلنتم عنها، لو تعطينا لمحة عن هذا الكسوف في الوطن العربي والعالم خصوصا هنا في دولة قطر أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكسوف إن شاء الله يبدأ اليوم في توقيت الساعة 12 دقيقة بتوقيت قطر، واللي هو تقريبا يعادل 14 دقيقة توقيت غرينتش على أساس اللي يبي يعرف فرق التوقيت. الكسوف طبعا بيبلغ ذروته الساعة 8:30، في الساعة 8:30 بيكون القمر حجم حوالي 70% من الشمس، وبيكون سهل جدا رؤية هذا الكسوف، ولكن مثل ما نحذر دائما لأن الشمس عالية في السماء، فندعو الجميع أن لا يشاهد الكسوف مباشرة، بإمكانه ما يشاهد عن طريق نظارة كسوف أو عن طريق أي قزازة غامضة جدا مثل النظارات اللي تستخدم في عند اللحامين. فالكسوف إن شاء الله بيكون يعني ذروته 8:30، ولكن في سلطنة عمان جنوب مسقط وجنوب نزوة في سلطنة عمان في صنعاء راح يتم مشاهدة الكسوف كلي، يعني بيبلغ إلى مرحلة أنه راح يحسون بفارق النهار بأن ضوء الشمس يختفي بالكامل. هذه بيكون من الأمور اللي تكون واضحة هناك. طبعا كل ما اتجهنا في اتجاه الشمال، مثلا رحنا في اتجاه دولة الكويت لقينا الكسوف صار جزئي أكثر، اتجهنا ناحية الأردن صار أقل وأقل، يعني بيشوفون نسبة القمر يحجب الشمس أقل من اللي احنا بنشوفها في خطر. وطبعا أكثر شيء مثل ما ذكرنا الوطن عندنا في الوطن العربي في سلطنة عمان وفي اليمن. كيف يحدث الكسوف أبو محمد؟ الكسوف الله يسلمك من المصطلحات اللي هي أو التعبيرات الجيدة للكسوف اللي هو اقتران الشمس والقمر، اللي هو بداية الشهر الهجري وولادة هلال الشهر الهجري، فيكون الله يسلمك القمر والشمس على خط مستقيم مع الأرض، فيقطع القمر بينه وبين الشمس في بعض الأشهر بسبب ترنح مدار القمر، يرتفع 5 درجات ينزل 5 درجات في مداره. نقدر نشوف أنه في بعض الأشهر يصادف أنه يكون في زاوية مع الشمس أنه يحجب ضوء الشمس، فهذا اللي هي يعتبر ولادة الهلال الهجري. فمثلا اليوم لو الواحد سأل عن ولادة الهلال الهجري، اليوم أيضا يولد هلال شهر ذو القعدة، وبيكون وقت الولادة اللي هو الساعة 10 دقيقتين اللي هو بعد انتهاء كسوف الشمس. يعني إذا دائما وفي الشرع يقول لك إذا بدأ الكسوف وانتهى الكسوف قبل غروب الشمس، فقبل غروب الشمس بيكون اليوم الثاني يعتبر اللي هو أول الشهر الهجري. أما إذا غربت الشمس وهي ما زالت في مرحلة الكسوف يعتبر الهلال لم يولد حتى الآن، فيصبح اليوم اللي بعدها مكمل. فاللي كان يسأل عن ما هي ولادة الهلال وكيف يولد الهلال، اليوم أفضل مثال، لأنك تخيل أنت واقف والشمس والقمر كلهم على خط مستقيم أمامك وطبط. جميل. أيضا شيخ سلمان فيما يتعلق بالكسوف، هذا التغير مثلا في الجنوب مثلا ربما يرونه أكثر أو يرونه كاملا، نتكلم عن مسقط أو نتكلم عن اليمن، وكلما ارتفعنا شمالا كلما قل الوقت يعني برؤية الكسوف. السبب في ذلك الشيخ سلمان؟ السبب في ذلك الله يسلمك كروية الأرض. كل ما اتجهت في الشمال كل ما زادت الكروية أكثر، كل ما اتجهت في الجنوب كل ما اقترب من خط الاستواء صرت اقترب من وضع القمر والشمس أكثر. في بعض الأشهر طبعا يكون الكسوف يشاهد أكثر في الشمال من الجنوب، فيختلف من شهر إلى شهر على حسب وين موقعك في الكرة الأرضية. يعني مثل تشوف لو أنت الحين وقفت على سطح بيت وقمت تشوف حوش البيت، وانت واقف عند الطرف بتشوف الحوش بالكامل، كل ما رجعت لورا كل ما اختفى عندك جزء. نفس الشيء بسبب كروية الأرض، كل ما ابتعدت في الشمال كل ما اختفى عليك أو قل الكسوف اللي انت تراه. يعني مثلا اليوم الصبح كان أحد المتابعين من المغرب العربي
كان يسأل هل ممكن نشوفه، ففي المغرب العربي بيكون صعب، ما راح يقدرون يشوفونه لأنه بيكون بيكون هناك هم على زاوية أعلى، فبيكون صعب أن يشوفونه. مثلا في عندك لبنان تركيا وهذا ما راح يقدرون يشوفونه، شمال إيران ما هم قادرين يشوفونه. فهذه كلها بسبب ميلان الكرة الأرضية. تحديد موعد يعني بداية الكسوف إلى نهايته وذروته، يعني هذا هذا هذه الدقة في التوقيت، في التوقيت على ماذا يدل أبو محمد؟ والله هذا الله يطول بعمرك يدل على دقة الحساب اللي الناس تتعامل فيه في الزمن الحالي، واللي الناس بعض الأوقات البعض منهم يقعد ما زال يشكك في دقة الحساب هذا. فالحساب هذا دقيق جدا، وإحنا حتى بالنسبة للكسوف والخسوف وعندنا عبور الكواكب من أمام الشمس اللي هم الكوكب عطارد والزهرة محسوبين بدقة عالية. يعني اليوم كان في سؤال من أحد المتابعين عن العبور والأمور هذه كلها، فكنت حتى حطيت رسالة أنا كان مشتبع عليها أن الكسوف ما راح يتكرر، قلنا لا، في كسوف راح يتكرر في 22، أما بالنسبة لعبور الكواكب عندنا عبور في سنة 2032 لكوكب عطارد، وفي سنة 2117 لكوكب الزهرة. فالعلم الحديث أصبح اليوم يعطيك الحساب إلى ألاف السنين إلى الأمام. يعني البعض يشكك في هذا الكلام، وهذا من الخطأ تشكك فيه، لأنه أصبح دقيق جدا. يعني إذا قلنا لك يبدأ الساعة الفلانية وقلنا لك الذروة الكسوف الساعة الفلانية، فأعلم أن هذا مش شيء من علم الغيب. يعني البعض أنا يعني بقول لك أنت المضحك في الأمر، يطلع لك واحد يعني مثلا واحد اليوم كان كاتبه ومشكك ويقول أنتم جهلة في هذا العلم وأنتم لا تعلمون هذه من الغيبيات. طيب أنت قلت أنه من الغيبيات وترجع تقول لي لأن ما يحصل هو عبور مجرة من أمام الشمس. الله أكبر، إذا إحنا نتفى في مجرة أنت تقول مجرة تعبر أمام الشمس، شوف لي وين. يعني يجيك واحد ما له في العلم، ما له في الحساب، أنا ما أتكلم في علم الفلك، يكفيك في الحساب في الفيزياء في الكيمياء أي علم بسيط، تعرف أنه والله هذه ما يسمى اللي هو الدقة في الحساب وليس هو بعلم الغيب ولا شيء. فتعرف أنا يعني كثير من القصص هذه تمر علي كل يوم وغير غير غير من الكلام. وقبل ذلك على 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 يعني دقة صنع الله سبحانه وتعالى بحركة هذه الأجرام، شيء يعني الدقة هذه دقة الحساب ما جاءت إلا من دقة الخالق سبحانه وتعالى. نعم. لو لم يضع الخالق سبحانه وتعالى هذه الأجرام السماوية اللي حوالينا تسير بسرعات احنا يعني توصلنا بفضل رب العالمين تعرف عليها واستطعنا ان نعرف حركتها بالكامل، وهذه مش من العلم الحديث، هذه حتى من علماء المسلمين اساسا هم من وضع العلوم هذه، وهم من وضع علوم الكسوف والخسوف واقتران الكواكب واقتران الشمس والقمر، كل الامور هذه كلها من عند العلماء المسلمين. فيجيك واحد اليوم مشكك يقول لك انت تاخذون من علم الكفار ولا من كلهم غير. يا اخي اليوم العلم علماء العرب والمسلمين ثاروا ما شاء الله تبارك الرحمن عددهم بعشرات الالاف، يعني ما بعدد الاصابع بعشرات الالاف. فهذه للاسف لما احنا نواجه بعض الاوقات، ولكن اليوم يعني الكسوف اكبر دليل على دقه الحساب. ايضا مثل ما قلنا ولاده الشهر الهجري ذو القعده، بالاضافه الى ان اليوم اول يوم في فصل الصيف في النصف الشمالي من الكره الارضيه، يعني اليوم عندك باكج 3-in-1 جايك في مجموعه من الاحداث مجموعه من الاحداث. نعم، وفي حدث ثاني بعد، وش يا محمد؟ هو تكلم عن الشيخ الانقلاب الصيفي. انقلاب الصيفي يعني، بس اليوم الجو كان زين اليوم الصبح 28 كانت درجه الحراره وانا جاي البرنامج. والله امس واليوم درجه الحراره لا باس فيها، بس احنا ما زلنا في البوارح، يعني بيرجع اليوم يشتد الهواء مره ثانيه، وفي الايام الجايه بس للحين قدامنا 10 ايام في البوارح بيتم الجو لا باس به. يعني تشوفه قبل المغرب زين، على المغربيات لا باس به، الفجر تشوفه حلو، بس بعدها عاد شوي شوي لهدت البوارح بعد حروه العشرة ايام يبدا عاد شوي تحس بالرطوبه والحر الاكثر. فالله يعين الجميع، يعني شيء متعودين عليه ولله الحمد، يعني شيء متعودين عليه. هاي بعضهم اللي يصومون الصبريات حسبالهم شوال 30 يوم توهقوا على اليوم 29 فقط باقي له يوم تلاقي مخليه لنادين شوال. الله يعطيك الصحه والعافيه يا محمد. الله يعافيك، الله يسلمك، الله يحييك.
شكرا للشيخ سلمان بن جبر الثاني رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك على تفاعله المثمر معنا في هذه الفقرة وإفاداته العلمية الدائمة لنا في علم الفلك. ونذكر المستمع المبارك أنه سيبدأ الكسوب بعد قليل تقريبا عند الساعة 7:12 بدأ خلاص الآن مفروض خلاص الآن بدأ الكسوف ويبلغ ذروته عند الساعة 8:30 صباحا وينتهي بحول الله عند الساعة 10:03. وفي ذات الصدد دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عموم المسلمين في دولة قطر إلى أداء صلاة الكسوف، ونبهت الوزارة إلى أن صلاة الكسوف لن تقام في المساجد نظرا للإجراءات الاحترازية الحالية، وأنه نظرا للظروف الحالية لا بأس من صلاتها في البيوت. أكثر من الاستغفار.